مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية الصف الثالث متوسط درسنا اليوم اليونت الخامس الدرس الثالث عنوان الدرس Read All About It موجود في صفحة 46 كتاب الطالب صفحة 62 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيج الفيسبوك الأستاذ طه حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثالث متوسط كذلك يتم نشر صور الملزمة على بيج الفيسبوك الأستاذ طه حسين مدرس اللغة الإنجليزية أما أماكن بيع الملزمة موضحين في الرابط الموجودة في الفيديو في الوصف نبدأ بالدرس بصفحة 46 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة Iraqi Morning News جريدة الصباح العراقية قبل ما أبدأ بقراءة هذه الجريدة أو هذه الأخبار اللي موجودة بداخل الجريدة هذه تعتبر قطعة وزارية مهمة جدا وكل الأسئلة والأشياء اللي راح نوضحها مطلوبة بالامتحان الوزاري لذلك حاول تنتبه تأشر وياي يعني شغلات مهمة اللي راح ناشرها لأن أسئلتها مطلوبة من ضمن قطع الكتاب اللي تجيني بالسؤال الأول فرع بي. نبدأ بقراءة القطعة، طبعاً قبل ما نبدأ بالقراءة هنا أنا عندي جريدة الصباح العراقية منطيني ثلاث أخبار. الخبر الأول هي Minister of Education in London والخبر الثاني Minister at Opening Ceremony والخبر الثالث هو Boy Saves a Child ولد ينقذ طفله. آه نبدا بقراءه القطعه طبعا هي ذن الثلاث اخبار هي اللي تكون لي القطعه يعني ذن الثلاث اخبار كلهن عباره عن قطعه واحده اللي هي قطعه اراكي مورنينج نيوز جريده الصباح العراقيه نبدا بقراءه الخبر الاول يقول لي مينستر اوف Education in لندن وزير التربيه في لندن كلمة مينستر معناها وزير الشروحة كلش مهمة لأن كلمات اللي راح نترجم معانيها كلش مهمة education التربية والتعليم التربية أو التعليم وإن لندن في لندن وزير التربية في لندن the Iraqi minister وزير العراقي of education للتربية والتعليم arrived in لندن وصل إلى لندن yesterday البارحة إذا هنا سؤال راح نطلع إذا سأل لي قال لي where was the minister of education arrived أين وصل تقول لي وصل إلى لندن to London when the minister of education arrived متى وصل تقول لي yesterday إذا لحد الآن سؤاليا يعني. أو من الممكن يجيب لي إياها كفراغات for the international education conference conference معناها مؤتمر هاي كلش مهمة للمؤتمر التعليمي العالمي which will take place الذي سوف يحدث at the Park Lane Hotel today في فندق البارك لين اليوم ركز وياي من الممكن يقول لي where will the international education conference take place متى سوف يحدث المؤتمر التعليمي العالمي تقول لي today هاي مهمة أو من الممكن أقول لك where will international education conference will take place أين سوف يحدث هذا المؤتمر التعليمي العالمي؟ تقول لي بالبارك لين هوتيل في فندق بارك لين، لحد الآن طلعنا أربع أسئلة أو أربع معلومات مهمة من الممكن تجيني بالامتحان، بعدها يقول لي ذا مينستر ويل سجست، سجست أخذناها باليونت الثاني معناها يقترح هذا الوزير سوف يقترح opening English schools in Iraq فتح مدارس إنجليزية في العراق to develop English language learning لكي يتم تطوير تعلم اللغه الانجليزيه. لحد الان عندي سؤالين، السؤال الاول يقول لي What will the minister suggest? ما الذي سوف يقترحه وزير التربيه؟ راح تقول لي Opening English Schools in Iraq، فتح مدارس انجليزيه في العراق. السؤال الثاني يقول لي Why will the minister suggest opening English Schools in Iraq؟ ليش الوزير او لماذا الوزير يقترح فتح مدارس انجليزيه في العراق؟ ليش يريد يقترح تو ديفلوب لكي يطور انجلش تعلم اللغه الانجليزيه؟ لحد الان همين من السؤالين انتبهوا ذا بريتش مينستر الوزير البريطاني اوف education للتربيه والتعليم ويلكمد ويلكمد معناها رحب ذا ايراكي مينستر رحب بالوزير العراقي ات ذا ايربورت في المطار. ركزوا وياي، لان راح يسالني السؤال يقول لي who welcomed، من الذي رحب؟ the Iraqi minister، من الذي رحب بالوزير العراقي؟ رح تقول لي the British minister، الوزير البريطاني. at the airport، before escorting him to the conference venue، قبل اصطحابه، escorting him معناها اصطحابه to the conference venue لقاعه المؤتمر. هذا ما يخص الخبر الاول، بعد التكمله، the focus of meeting. كلمة فوكس معناها التركيز تركيز الميتنج تركيز هذا الاجتماع على شنو؟ to discuss educational ديفلوبمنت programs على تطوير البرامج التعليمية بتوين countries بين البلدان نحن ننتبه من الممكن يسألني سؤال يقول لي what is the focus of the meeting على ماذا يركز الاجتماع أو ما هو تركيز الاجتماع شو تقول لي to discuss educational development programs لمناقشة برامج التطوير التعليمية between countries بين البلدان هذا الخبر الأول انتهينا من عدة طلعنا المعلومات المهمة به وعرفنا شلون ممكن يجينا بالامتحان الخبر الثاني اللي هو minister at opening ceremony الوزير في حفل افتتاحي the سبورت minister وزير الرياضة قبل شوية كان الخبر عن يا وزير وزير التربية والتعليم هنا أنا عن شنو عن وزير الرياضة أوبند a new سبورت سيتي فتح مدينة رياضية جديدة ان بصرة في البصرة yesterday البارحة ركزوا وياي شو وقت فتحها yesterday البارحة وين فتحها في البصرة اذا سألني where is the sport city اين هي المدينة الرياضية ان بصرة when it was opened متى افتتحت yesterday البارحة the new city هذه المدينة الجديدة cost cost معناها كلفت ايش قد كلفت 1 بليون اي مليار دينار عراقي هاي كلش مهمه ش... اذا سالني قال لي هاو ماتش از ذا نيو سبورت سيتي كوست كم كلفت المدينه الرياضيه كلفت 1 بليون اي مليار دينار عراقي and took 3 years to build واستغرقت ثلاث سنوات لبنائها اذا من ممكن يقول لي هاو لونج did it take to build the new city كم استغرقت لبناء المدينة الرياضية الجديدة ايش قد استغرقت؟ 3 years to build ثلاث سنوات لبنائها many people were waiting when the minister arrived. الكثير من الناس كانوا ينتظرون عندما وصل الوزير ات 10 am في الساعة العاشرة بس ركزوا ان نانا وزير الرياضة وصل بالعشرة ووزير التربية والتعليم ما منطين الوقت مالته فقط منطين انه وصل البارحة إذا إذا سألني عن وزير الرياضة قل له yesterday at 10 a.m. في البارحة ساعة بالعشرة he spoke to the youth community تحدث إلى المجتمع الشباب الموجود representative before opening the sports city at 11 a.m. قبل أن يفتتح المدينة الرياضية الساعة الحادي عشر إذا من الممكن يسألني when was or what time was the sports city opened متى تم افتتاح المدينة الرياضية at 11 a.m. الساعة الحادية عشر هذا الخبر الثاني كذلك طلعنا المهمات به الخبر الثالث اللي هو boy saves a child فتى ينقذ طفلة a boy from the UK طفل من المملكة المتحدة UK هي United Kingdom المملكة المتحدة was a hero كان بطلا hero كلش مهمة معناها بطل yesterday البارحة when he saved a child عندما أنقذ طفلة from a dangerous animal من حيوان خطير إذا سألني why was the boy from UK called a hero؟ لماذا الولد من المملكة المتحدة أطلقوا عليه لقب الهيرو البطل؟ إيش راح تقول؟ Because he saved the child لأنه أنقذ طفلة from a dangerous animal من حيوان خطير. The child's mother أم الطفلة إسراء البياتي، احفظ الأسماء ويايا. الأم أم هاي الطفلة شو اسمها؟ إسراء البياتي 26. عمرها شقد؟ عمرها 26 سنة. إذا سألني How old is إسراء البياتي؟ كم عمر إسراء البياتي؟ 26 سنة. Told our reporter أخبرت الصحفي I was going to the shops. كنت ذاهبة إلى المحلات with ماي daughter مع إبنتي سلمى. شنو اسم إبنتها؟ سلمى. شنو اسمها الأم؟ إسراء. حاولوا تميزون بيناتهم. She is just five years old. هي فقط عمرها شقد؟ five years. خمسة سنوات إذا إذا سألني How old is سلمة؟ كم عمر سلمة؟ Five years old We were walking across the park كنا نتمشى عبر المتنزه and سلمى was playing with ball وسلمى كانت تلعب بالكره هنا ننتبه what was سلمى doing at the start of the story سالني قال لي ماذا كانت تفعل سلمى في بدايه القصه تقول له she was playing with a ball كانت تلعب بالكره Suddenly, فجأة, a big black dog, كلب أسود كبير, ran up to us. ركض باتجاهنا. الآن يعني راح يسألني, what did the dog do? ماذا فعل الكلب? Ran, ركض up to سلمى and her mother. ركض باتجاه سلمى وأمها. It seems very angry. كان يبدو عليه غاضبا جدا. And it barked at سلمى Barked معناها نبحة. نبحة على سلمى Then it jumped. on her ثم قفز عليها and knocked her down وطرحها أرضا it was horrible كان فظيعا a boy was playing football الفتى فتى معين كان يلعب كرة القدم nearby بالقرب he kicked ركز وياي ركل the ball ركل الكرة at the dog على الكلب هاي جدا مهمة he kicked the ball at the dog ركل الكرة على الكلب راح يسألني يقول لي what did the boy do ماذا فعل الولد؟ تقول له he kicked the ball at the dog ركل الكرة على الكلب the ball hit the dog الكرة ضربت الكلب hard بقوة and it ran away وركض بعيدا the boy was John Smith الولد شنو اسمه؟ اسمه جون سميث 13 عمره قد؟ عمره 13 اذا سالني how old is John Smith؟ كم عمر جون سميث؟ 13 who was in Iraq for one year كان في العراق لسنة واحدة with his family مع عائلته. جون said afterwards قال جون بعد فتره: I am not a hero انا لست بطلا. I saw a little girl who was in a trouble. شاهدت فتاه واقعه في مشكله. So I kicked the ball at the dog. لذلك ركلت الكره على الكلب. It was a lucky shot. كانت ضربه موفقه. جون plays for the football team in Baghdad International School. وجون يلعب في فريق كره القدم في بغداد. للمدرسة العالمية هذا ما يخص القطعة عبارة عن ثلاث أخبار طلعنا المهمات من عندها بعد ما طلعنا المهمات الآن ننتقل للأسئلة المتعلقة بها ركزوا وياها أسئلة القطعة للحفظ وزارية مهمة جدا بعض الأسئلة وزارية جاية بالسنوات السابقة وبعضها ما جاي استاذ اللي ما جاي نحفظه نعم من الممكن يجيك بهاي السنة فمثلا السؤال الأول Where did the Iraqi Minister of Education arrive? Where معناها أين؟ أين وصل من هو المنستر اوف education وزير التعليم اين وصل وزير التعليم and when ومتى شوف هنا معناها اين وين معناها متى اين ومتى وصل وزير التربيه والتعليم احنا عرفنا انه وصل الى لندن اذا اقول لندن جاوبت السؤال الاول وبعد وين متى متى وصل yesterday البارحه اذا اقول له تو لندن يسترداي نمبر 2 ثانيا What did the meeting focus on? What's ماذا meeting الاجتماع focus تركيز على ماذا ركز الاجتماع على شنو ركز الاجتماع الاجتماع مع وزير التربية والتعليم على شنو ركز ركزت على تطوير برامج التعلم بين البلدين فأقول discussing education development programs between countries discussing مناقشة educational development program برامج التطور التعليمي between countries بين البلدان number three What was the minister's suggestion? ماذا كان اقتراح الوزير؟ وزير التربية شو اقترح؟ اقترح عليهم أن يفتحون مدارس إنجليزية في العراق، فأقول Opening English Schools in Iraq، فتح مدارس إنجليزية في العراق. Number four, who welcomed؟ من الذي رحب؟ The Iraqi minister بالوزير العراقي، من هو اللي رحب بالوزير العراقي؟ الوزير البريطاني، فأقول The British minister. Number five, what did the Sport Minister open in Basra؟ ماذا فتح وزير الرياضه في البصره؟ شنو فتح وزير الرياضه؟ سبورت سيتي اقول له نيو سبورت سيتي مدينه رياضيه نمبر 6 هاو كوست كم كانت كلفه المدينه الرياضيه؟ هاو لونج ديد معي وياي هاو كم كلفت؟ هاو كم استغرقت؟ ايش كلفت؟ وايش قد استغرقت؟ استغرقت ثلاث سنوات و كلفت مليار دينار عراقي بقول له it cost 1 billion IQD كلفت مليار دينار عراقي and it took 3 years to build واستغرقت ثلاث سنوات لبنائها بعد when did the sport minister arrive وين معناها متى متى وزير الرياضة ارايف وصل متى وصل وزير الرياضة قلنا وصل يسترداي البارحة at 10 a.m. في الساعة العاشرة بقول له at 10 a.m. تقدرون تقولون إياها يسترداي بعد why was the boy from UK called hero why معناها لماذا البوي الولد from UK من المملكة المتحدة called hero أطلقوا عليه بالبطل ليش أطلقوا عليه بطل لأنه أنقذ الطفلة فقول he saved أو because he saved the child لأنه أنقذ الطفلة what was Salma؟ سلمى اللي هي الطفلة إسراء اللي هي الأم نحن نسألنا عن سلمى what was Salma doing ماذا كانت سلمى تفعل at the start of the story في بداية القصة ايش كانت تسوي سلمى كانت تلعب بالكرة فأقول she was playing with a ball كانت تلعب بالكرة number 10 what did the dog do first ماذا فعل الكلب الكلب بالبداية ايش سوى لها run up to سلمى and barked نبح عليها وركض باتجاهها فأقول run up to سلمى and her mother وتقدرون تكملوها تقولون and barked ونبح Number 11 What was جون doing at the start of the story? ماذا كان جون يفعل في بداية القصة؟ جون سميث اللي هو الولد البطل اللي أنقذ الطفلة ايش كان يسوي بداية القصة؟ كان يلعب كرة القدم بس هنا ما يصير أقول he was playing with a ball لازم أقول he was playing football كان يلعب كرة القدم ليش شنو الفرق؟ هنا إن سلمى طفلة فلعبها بالكرة أقول هي كانت تلعب بالكرة أما الفوتبول اللي هي الرياضة اللي هي فريق يواجه فريق آخر وعبارة عن رياضة كاملة فالفوتبول تختلف عن الـ playing with ball كان يلعب كرة القدم بعد number 12 what did John do؟ ماذا فعل جون؟ احنا عرفنا أن جون ركل الكرة باتجاه الكلب بقول he kicked the ball at the dog number 13 the سبورت city took استغرقت المدينة الرياضية 1 لو 2 لو 3 years سنه لو سنتين لو ثلاث سنوات احنا عرفنا ان المدينه الرياضيه استغرقت ثلاث سنوات لبنائها نمبر 14 the sport minister opened a new sport city in بغداد وزير الرياضه افتتح مدينه رياضيه جديده لحد الان الجمله صحيحه ان بغداد في بغداد لا احنا عرفنا ان افتتحها في البصره وليس في بغداد اذا اقول له فولس خطا طبعا هو مطيني ترو فولس يعني صح وخطا بعد the boy from the UK was called the hero because الولد من المملكة المتحدة قالوا عنه بطل لأنه فراغ، ليش قالوا عنه بطل؟ نفس السؤال اللي رقم ثمانية بس هنا أنا جاينا على شكل فراغ. ليش أطلقوا عليه بالبطل؟ لأنه أنقذ الطفلة. You see the child from the dangerous animal أنقذ الطفلة من حيوان خطير. هذا ما يخص القطعة والأسئلة المتعلقة بها أعيد وأكرر أنه ذن اللي مكتوب عليها مثلا 18 و 3 19 و 2 هذن وزاريات 18 معناها 2018 3 معناها دور ثالث 19 معناها 2019 2 يعني دور ثاني وهكذا اذا بعض الامثله وزاريه وبعضها مطلوبه من الطالب انه يحفظها من الممكن تجينا بالسنوات القادمه الآن ننتقل إلى موضوع مهم جدا من امتحان الوزاري اللي هو الربط بين الماضي البسيط والماضي المستمر بالدرسين السابقين تحدثنا عن الماضي البسيط بالدرس الأول والماضي المستمر بالدرس الثاني وقلت لكم أن ذني دي راجع لأن أدى موضوع مهم جدا اللي هو الربط بين الماضي البسيط والماضي المستمر هذا الموضوع اللي هو الربط بين الماضي البسيط والمستمر بعد أن راجعنا زمن الماضي البسيط والمستمر في الدرسين السابقين نتعرف الآن على الربط بين هذين الزمنين باستخدام أدوات الربط عندي أربع أدوات ربط الأداتين الأوليات اللي هي الآن والوين هذا نفس الاستخدام والأداتين الثانيات اللي هي الآز والوايل نفس الاستخدام حيث أن لكل أداة استخدام معين وكما في التالي احفظوا وياي آز وايل توأم آند وين توأم كل اثنين استخدمهن على حلم أولاً القسم الأول اللي هي أدواتي الربط and وان دائما يأتي بعدها ركز وياي يا يأتي بعدها جملة بيا بزمن الماضي البسيط سواء كانت هذه الأدوات في وسط الجملة أو بدايتها ركز وياي هاي ال and وين when when الجملة التي تأتي بعدها جملة بزمن الماضي البسيط يعني أنا من أشوف بالجملة and أو وين مباشرة أقول أن الجملة اللي تأتي بعدها لازم تكون بالماضي البسيط شون يعني, يعني أنا لقيت بالجملة عندي وين أو آند مباشرة الجملة اللي تجي وراها جملة بزمن الماضي البسيط، أنا بيني وبين نفسي أقول. والجملة اللي قبلها راح تكون جملة بزمن الماضي المستمر. زين، من الممكن إنه أداة الربط ما تجي بنص الجملتين، تجي في البداية. طبعًا مستحيل إنه الآن تجي بالبداية البداية. لكن الوين من الممكن تجي بالبداية البداية؟ إذا جت الوين بالبداية، شلون راح يكون الوضع؟ راح يكون بعدها، احنا اتفقنا إن دائمًا الجملة اللي وراها شنو؟ ماضي بسيط والجمله البعيده عنها ايش تكون ماضي مستمر ما افتهم استاذ شلون يعني يعني كمثال جاب لي بالامتحان قال لي I تيك ا shower وين you ring هي جاب لي بالامتحان وش قال لي بين قوسين قال لي كوركت كوركت يعني صحح ايش قال استاذ طاها قال أن أدوات الربط اللي هي الوين يأتي بعدها جملة بزمن الماضي البسيط يعني أنا بيني وبين نفسي هاي الجملة راح أحلها بالماضي البسيط والقبلها جملة بزمن الماضي المستمر زين أنا حددت الزمن الجملتين بقى فقط شنو أطبق شلون راح يكون التطبيق مالتي راح يكون كالتالي ركزوا وياي احنا اخذنا قاعده الماضي المستمر شو تقول تقول فاعل زائد was وير زائد فعل يحمل اي ان جي وين الفاعل ما الجمله الاولى الفاعل ما الجمله الاولى اي اخلي الاي الاي تاخذ was لوير تاخذ was زائد الفعل ايش بي في اي ان جي التيك شو اخلي له خلي له اي ان جي بقول اي was taking a شاور هاي الجمله الاولى بعد انزل اداه ربط اللي هي وين؟ الجملة الثانية راح تكون بيا زمن بالماضي البسيط، حافظ قاعدة الماضي البسيط شو تقول؟ تقول فاعل زائد فعل ماضي، شنو الفاعل؟ يو، على اليو ينزل، زائد فعل ماضي، استاذ شنو فعل ماضي؟ ذكرنا ان الفعل الماضي اما ايدي او شال، الرنج قياسي لو شال، هذا شال، شنو الماضي ما رنج؟ الماضي ما الرنج رانك، فاقول اند يو رانك، حليت الجملة باستخدام ادوات الربط اذا من الممكن ان يجيب لي اداه ربط ويقول لي صحح الجملتين او من الممكن يعطيني فقط اصحح الجمله الاولى او من الممكن فقط يعطيني اصحح الجمله الثانيه حسب الطريقه اللي تجيني بها بالامتحان ملاحظه قبل ما ننتقل للفقره الثانيه او القسم الثاني ان الان لا تاتي ابدا في بدايه الجمله هاي نعرف احنا ما سابقا قلت لكم اياها سابقا ان الوين والان من الممكن يجنب النص اما اللي تجيني بالبدايه فقط الوين احنا حفظنا هذا المخطط هذا المخطط جدا مهم يجب ان تحفظوه لان ممكن تجيني بالامتحان الوزاري مثل المثال اللي كتبناه بعد ننتقل الى القسم الثاني اللي هو الوايل والاز احنا ذكرنا ان الاند والوين توام والوايل والاز توام الاند والوين يجي وراها الماضي بسيط الوايل والاز دائما ياتي بعدها جمله بزمن الماضي المستمر ثابته ان يجي وراها جمله بزمن الماضي المستمر سواء كانت هذه الادوات في وسط الجمله أو بدايتها كما في المخطط التالي، نفس الطريقة. عن إذا لقيت while أو آز إيش راح يكون جملة بعدها؟ جملة بزمن الماضي المستمر، واللي قبلها جملة بزمن الماضي البسيط، يعني عكس الأداتين اللي أخذناها في البداية. وإذا جينا البداية نفس الطريقة. يأتي بعدها جملة بزمن الماضي المستمر، والبعيدة عنها جملة بزمن الماضي البسيط. كمثال إيش قال لي؟ قال لي she tell us to be quiet as we make too much noise كمثال وقال لي كوراكت صحح ايش قال استاذ طه؟ قال احنا نروح على اداة الربط، شنو هي اداة الربط؟ as، العز الجملة اللي تجي وراها جملة زمن ان الجمله اللي تاتي بعدها جمله بزمن الماضي المستمر فاكتب فوقها هذه ماضي مستمر واللي قبلها جمله بزمن الماضي البسيط اذا اكتب فوقها ماضي بسيط بقى فقط اني اطبق شلون اطبق انا حافظ قواعد الماضي البسيط وحافظ قواعد الماضي المستمر الجمله الاولى بالماضي البسيط شو تقول قاعده الماضي البسيط فاعل وفعل ماضي شنو الفاعل شي فاقول شي زادا فعل ماضي، التال شنو الماضي مالته؟ تولد زادا التكمله، she told us to be quiet. انزل اداه الرابط اللي هي as، الجمله الثانيه بيا زمن، جمله بزمن الماضي المستمر، شنو قاعده الماضي المستمر؟ فاعل زادا ووز او وير زاد فعل يحمل اي الفاعل شنو هو؟ الوي، الوي تاخذ ووز لو وير، تاخذ وير، زادا فعل شبي فعل بي اي ان جي. الميك يصبح ميكينج زائد التكمله تو ماتش نويز اذا حليت الجملتين حسب اداه الربط اذا من الممكن يجيب بالامتحان جمله بها ذات ربط ويقول لي صحح أنا يعني حسب اداه الربط اذا وايل او از يجي بعدها ماضي مستمر وقبلها ماضي بسيط واذا وين او اند يجي بعدها ماضي بسيط وقبلها ماضي مستمر واحده عكس الثانيه الان ننتقل الى مراجعه للزمنين خاف ناسيهن خليهن قدامكم وحفظوهن على مود نقدر نطبق على الامثله الوزاريه او الامثله اللي ممكن تجيني بالامتحان الوزاري الماضي البسيط مثل ما تعودنا فاعل زائد فعل ماضي زائد تكمله إن في فاعل didnt وفعل مجرد والاستفهام did وفاعل وفعل مجرد الماضي المستمر فاعل ووز او وير زائد فعل يحملها ان في النفي فاعل زائد wasnt او werent زائد فعل يحمل ان والاستفهام موزوير وفاعل وفاعل وفعل يحمل عين ان جي هذني خلوه هنا ببالكم على مود نطبق على الامثله اللي راح تجيني بالامتحان الوزاري نعتمد اغلب الاحيان في حل هذا الموضوع على الجانب القواعدي او كما بالمخطط السابق دائما احنا لما نجيب لي هاي الجمله بالامتحان اعتمد على ذات الربط وعلى اساس احل لكن في بعض الاحيان نعتمد على المعنى هنا نركز وياي اذا نعتمد على المعنى شلون انا اعرف انه هذه ماضي مستمر أو هذه ماضي بسيط حيث أن الماضي المستمر يعبر عن الحدث الأطول ركز وياي شوية إذا صار حدثين يعني أو جملتين يعني. اثنين وقعا في الماضي الحدث الأطول أعبر عنه باستخدام الماضي المستمر الذي استمر لفترة معينة حيث أن فعلا من الممكن أن يأخذ فترة زمنية معينة أما الماضي البسيط فيعبر عن الحدث الأقصر ركزوا وياي إيه. الحدث الأقصر اللي ما يستغرق وقت على مدينته حيث أن فعله لا يستمر لفترة معينة ما افتهم يعني راح نأخذ الأمثلة الوزارية من الممكن أن يأتي هذا الموضوع في الامتحان الوزاري بعد الصيغ على صيغة صحح الفعل أو اختيارات ونعتمد في حلها على أداة الربط يعني كمثال I found 30 دولار while I clean my room هسا نجي شنو أداة الربط مالتي؟ أداة الربط مالتي وايل احنا عرفنا ان الوايل ركزوا وياي الوايل والاز شي وراهن؟ يجي وراهن؟ ماضي مستمر وقبلهن ماضي بسيط هسه اذا هذه الجمله اللي بعدها شنو؟ ماضي مستمر واللي قبلها ماضي بسيط زين اجي احل الجمله الاولى بالماضي البسيط هي اصلا محلوله هو منطيني حالها يقول لي اي فاعل زائد فاوند الماضي مال فايند اذا هو حال لي found اي فاوند 30 دولار وجدت 30 دولار وايل بينما الجمله الثانيه اللي بعد وايل بيا قلنا ماضي مستمر شنو قاعده الماضي المستمر هذه وينها قدامي حاولوا تحفظوها فاعل زائد ووز او وير زائد فعل يحمل اي ان جي اذا الفاعل شنو هو اي الاي تاخذ ووز لو وير تاخذ ووز زاد الفعل يحمل اي ان جي، الكلين شو يصير؟ يصير يصير cleaning اذا اي واز cleaning زاد التكمله، ماي روم، صارت معنى الجمله، وجدت 30 دولار بينما كنت انظف غرفتي، شوف هنا الحدث الاطول اللي هو ظل ينظف غرفته، الحدث الاطول الذي استمر لفتره معينه، استخدمنا له شنو؟ الماضي المستمر، والحدث الاقصر اللي هو لقي 30 دولار، عبرنا عنه باستخدام الماضي البسيط، اذا مخطط بسيط حاول تحفظه وعلى اساسه تحل مثال اخر وايل بس هالمره وين جتني الوايل بالبدايه اللي بعدها جمله بيا زمن نفس الطريقه ماضي مستمر والبعيدة عنها اللي بعد الفارزة ماضي بسيط أجي على أساس هذا الكلام أحل الجملة الأولى اللي هي بالماضي المستمر شو تقول؟ تقول فاعل زائدا was aware زائدا فعل يحمل عينجي هو أصلا حال إياها فاعل هو الاي was زائد فعل يحمل عين جي اللي طلبه من عندي اني احل الجمله الثانيه مو الاولى الجمله الثانيه بيا زمن ماضي بسيط شنو قاعده الماضي البسيط فاعل فعل ماضي تكمله فاعل شنو هو ذا The بيل bell. The bell معناها جرس زاد فعل ماضي رينج شنو الماضي مالته ماضي مالته رانج طبعا الوايل تنزل بالبدايه مثل ما هو منطيني اياها وايل اي was watching بينما كنت اشاهد TV, التلفاز ذا بيل ران رن الجرس مثال اخر هادي فراغ ذا دور از شوف انا قاعد السنوة شنو از از بعد هيجي جملة بيا زمن جمله بزمن الماضي المستمر هو اصلا حالياها واللي قبلها ماضي بسيط مثل المخطط اللي حليناه بس هالمره ما قال لي صحح قال لي اختيارات نوكس بها اس الشخص الثالث لو ووز وفعل بي ان لو فعل بي طبعا هنا ما ما كامله فعل بي انا اعرف ان الماضي البسيط فاعل زائد فعل ماضي فعل ماضي يعني شنو يعني اما بي او شال اذا الاختيار الامثل مالتي هو الفعل اللي بي اي دي الفعل الماضي ما يصير اقول was نوكينج لان هذا ماضي مستمر ولا نوكس بأس اس الشخص الثالث لان هذا مضارع بسيط اذا اختار لا ابو الايدي لان الايدي يتعبر عن الماضي البسيط فأقول knocked بعد المثال الأخير when my father called her سها فراغ ستوري ركزوا وياي أداة الربط مالتي هنا شنو وين وين جتني بالبداية بعد الوين يا زمن عكس الوايل والآز الوين أخذناها قبل دقائق يأتي بعدها جملة بزمن الماضي البسيط وقبلها جملة بزمن الماضي المستمر وإذا جتنا في البداية نفس الطريقة وين وراها يجيني ماضي بسيط وبعدها ماضي مستمر أجي الوين جتنا في البداية شو وراها ماضي بسيط إذا هذه الجملة جملة بزمن الماضي البسيط خلينا نتأكد ماي فادر فاعل وفعل بإيدي إذا هذا ماضي بسيط الجملة الثانية يا زمن ماضي مستمر الماضي المستمر شنو قاعدته؟ فاعل ووز وير وفعل بي اي ان جي، شنو الفاعل؟ سها، شو لها من طين اختيارات؟ اخلي لها والاس؟ لا هذا مضارع بسيط، اخلي لو was زائد فعل بي اي جي؟ نعم هذا الاختيار الامثل، وير زائد فعل بي اي جي؟ استاذنا ممكن يكون وير وفعل بي اي جي لان انت قلت وير ووز او وير وفعل بي اي جي، سها مفرد عوض عنها بالضمير شي، فالشي تاخذ ووز لو وير؟ تاخذ ووز. إذا الاختيار الأمثل هو was reading سها so was reading a story. هذا كل ما يخص موضوع أدوات الربط اللي نربط به بي بين الماضي البسيط والماضي المستمر حاولوا تكتبون الأمثلة بالدفتر وتحفظوها لأن ممكن تجيني بالامتحان الوزاري طبعا ملاحظة هذا الموضوع ما متكرر بالامتحان الوزاري السنوات السابقة لكن هو موجود بالمنهج يعني موجود بكتاب الطالب أو كتاب النشاط لذلك من الممكن يجيك بالسنوات القادمة على شكل أربط مثل ما وضحنا صحح الفعل أو على شكل اختيارات مثل الأمثلة اللي حليناها نأخذ أمثلة إضافية اللي موجودة بالملزمة While we swim the thief steal our clothes ركزوا وياي وين أداة الربط؟ أداة الربط while وين جتني؟ جتني بالبداية الوايل شوف هنا الوايل اذا جتني بالبدايه بعدها جملة بيا زمن ماضي مستمر إذا هذه الجملة لحد الفارزة ماضي مستمر واللي بعدها جملة بزمن الماضي البسيط يعني على أساس هذا الكلام أنا أحل أجي أنزل أداة الربط اللي هي شنية وايل أنزل وايل الجملة اللي بعدها يا زمن ماضي مستمر شو تقول قاعدة الماضي المستمر فاعل زائد و زائد فعل يحمل جي شنو الفاعل وي الويش تاخذ was وير تاخذ وير لان جمع زاد الفعل يحمل اي ان جي السوم شو تصير؟ تصير سويمنج نضيف لها اي انجي. الجمله الثانيه خلصت الجمله الاولى الجمله الثانيه يا زمن ماضي بسيط شو تقول قاعدة الماضي بسيط فاعل فعل ماضي تكمله الفاعل شنو ذا ثيف الحرامي ذا ثيف الفعل ماضي الستيل شنو الماضي مالته؟ ستول هذا ما نضيف له هذا شاد ستول زاد التكمله our clothes إذن حليتها على أساس أداة الربط اللي أخذناها بينما كنا نسبح سرق الحرامي ملابسنا مثال آخر <applause> They come when they see large snake Correct صح نفس الطريقة وين أداة الربط أداة الربط وين جملة بعدها بيا زمن جملة بعدها بزمن الماضي البسيط حفظناها وقبلها جملة بيا زمن ماضي مستمر. اجي. الماضي المستمر اللي هي الجملة الأولى، شنو قاعدته؟ فاعل ووز أي أن شنو هو الفاعل؟ ذي. أخلي الذي أو أنزلها. ذي تاخذ ووز لو تاخذ وير. زاد الفعل. الكامب شو يصير؟ يصير يصير كامبينغ أضيف له أي أن أداة الربط أنزلها اللي هي الوين؟ والجملة الثانية بيا زمن، جملة بزمن الماضي البسيط. شو تقول قاعدة الماضي البسيط؟ فاعل فعل ماضي تكملة فاعل شنو ذي فعل ماضي السي شنو الماضي مالته؟ الماضي مال سي سو هذا فعل شال زائد التكملة large snake هذا ما يخص المثال الثاني they were camping كانوا يخيمون when they saw a large snake عندما رأوا أفعى كبير مثال ثالث she tell us to be quiet we make so much noise شوف هنا هاي صيغة جديدة من الممكن تجيك بالامتحان شي يقول لي يقول لي از انت ربط لي باستخدام از اذا قال لي انت ربط انا اخلي اداه الربط بين الجملتين هاي الجمله الاولى وهاي الجمله الثانيه شو عرفت استاذ هذه الفارزه هي تفصل بين الجمله الاولى والثانيه اذا نخلي الاز هنا أنا. بعد الاز جمله بيا زمن ماضي مستمر وقبل الاز ماضي بسيط اجي احل على هذا الاساس ركزوا وياي شويه الجمله الاولى يا زمن ماضي بسيط شنو قاعده الماضي البسيط فاعل فعل ماضي تكمله شنو الفاعل شي زاد فعل ماضي شنو الماضي ما تل؟ تولد زاد التكمله اس تو بي كوايت أنا انزل اداه الربط اللي هي از انا متربط بيناتهم والجمله الثانيه يا زمن ماضي مستمر شنو قاعده الماضي مستمر فاعل was where فعل يحمل ING، الفاعل شنو هو؟ وي، شياخذ؟ ياخذ وير، فعل بي جي الميك تصير ميكينج زائد التكملة، إذا ننزل باقي الجملة كما هي، إذا صارت معنى الجملة، صارت She told us to be quiet أخبرتنا أن نكون هاديين أز وي وير ميكينج تو ماتش نويز بينما كنا نصدر ضوضاء كبيرة، مثال آخر I play video games and my father شاوت هم نفس الطريقة قال لي كوركت صحة أداة الربط وينها؟ أداة الربط الآن الجملة اللي بعدها جملة بيا زمن جملة بزمن الماضي البسيط واللي قبلها جملة بيا زمن ماضي مستمر يعني الجملة الأولى ماضي مستمر شو تقول قاعدته؟ فاعل اللي هو الآي زائد was زائد فعل يحمل آي إن جي زائد التكملة فيديو جيمز والجملة الثانية أنزل أداة الربط اللي هي الآن والجملة الثانية جملة بزمن الماضي البسيط شو تقول قاعدة الماضي البسيط فاعل اللي هو ماي فاذر ماي فاذر كلها فاعل زائد فعل ماضي شنو الماضي ما شاوت شاوتد فقط نضيف له لان هذا فعل قياسي كنت العب العاب الفيديو عندما صرخ ابي اذا صارت الجملة او ربطت ذات الربط اند باستخدام الزمنين الماضي بسيط والماضي المستمر هاي كل الصيغ اللي ممكن تجيني بالامتحان الوزاري عن موضوع ادوات الربط الاند والوين والاز والوايل طبعا ملاحظه هذا الموضوع موجود كذلك بالسادس اعدادي طبق الاصل لذلك اذا فهمته هسه راح يكون سهل عليك ان تحفظه او تفهمه بالسادس اعدادي حاولوا تكتبون كل الملاحظات اللي كتبناها تراجعون الماضي البسيط والماضي المستمر استخدامات ادوات الربط الاند والوين والاز والوايل لانها مهمه جدا بالامتحان الوزاري ننتقل الى كتاب النشاط read the article اقرا المقاله about the sport minister's visit عن زيارة وزير الرياضة and complete the report's notes واكمل الملاحظات الصحفي نانا يقول لي ministers arrived at الوزير يا وزير وزير السبورت الرياضة شو كتوصل وصل الساعة وصل عشرة فأقول 10 a.m. minister opened the sport city at والوزير افتتح المدينة الرياضية at في الساعة في الساعة الحادية عشر cost of the new sport city كلفة المدينة الرياضية ايش قد؟ قلنا كلفتها مليار دينار عراقي فاقول 1 بليون اي كيو دي هاي بسيط جدا كواجب بيتي واحنا الاسئله الخاصه بالقطعه حليناها وقلنا ان ذا ممكن يجني على شكل اسئله واجوبه وذكرناها بدايه الدرس تمرين بي انسر ذيز كويستشنز اباوت سلمى البياتي اند جون سميث اجب عن هذه الاسئله عن سلمى البياتي وجون سميث سلمى منية الطفلة وأمها اسمها إسراء هنا يقول لي عن سلمى وجون سميث من هو الولد اللي أنقذ الطفلة نمبر one أولا what was سلمى doing at the start of the story ماذا كانت سلمى تفعل في بداية القصة ذكرنا بال... بداية الدرس بالأسئلة أنه سلمى كانت تلعب بالكرة فأقول she was playing with a ball what did the dog do first ماذا فعل الكلب سوى لسلمى ركض باتجاهه ونبه عليها فأقول ran up to Selma and her mother ركض باتجاه سلمى وامها what was john doing at the start of the story ماذا كان يفعل جون في بدايه القصه ذكرنا ان جون كان يلعب كره القدم فاقول he was playing football what did john do ماذا فعل جون لما ركض الكلب باتجاه سلمى ايش سوى جون ركل الكره باتجاهها بقول he kicked the ball at the dog ركل الكره على الكلب هذا مجرد كذلك نشاط صفي أو من الممكن يكون واجب بيتي نفس الأسئلة اللي أخذناها في بداية الدرس بيعيدها بكتاب النشاط أما تمرين سي Check this information in the advertisements تفقد هذه المعلومات في الإعلانات طبعا أكو شغلة ما ذكرناها ببداية بداية الدرس أنه منطين إعلانات بجريدة الصباح العراقية إعلانات السيدارز والكاربتس والكلاسيك تيبلز يقول لي اقرأ هاي الإعلانات ورايت سي اكتب سي اذا كانت الجمله خاصه باعلان السي دارز و اتش اس اذا كان الاعلان خاص بحسن اند بحسن واولاده اللي هو الاعلان الثاني و سي تي اذا كان عن الاعلان الثالث اللي هو كلاسيك تيبلز فهنا لانش كوست 1000 اي كيو دي كلفه الغداء 10000 دينار عراقي هذا يقصد يا اعلان من الاعلانات خلينا نجي نشوف لانش شوف هنا أنا اكتب بالاعلان لانش كوست 10000 اي كلفه الغداء 10000 دينار عراقي اذا شو يا حرف؟ اكتب حرف السي بعد ات ازنت اوبن اون فرايدايز لا يفتح في الجمعه يا اعلان من ذن الاعلانات اللي ما يفتح يوم الجمعه خلينا نجي نشوف open 7 days هذا يفتح سبعة ايام بالاسبوع اذا يفتح يوم الجمعه شوف هنا أنا من السبت الى الخميس يعني الجمعه ما يفتح اذا اقول اتش و اس الاعلان خاص بحسن واولاده. It closes at 8 p.m. يغلق في الساعة الثامنة on Tuesday في يوم الثلاثاء. خلينا نشوف يا هو اللي يغلق يوم الثلاثاء في الساعة الثامنة لاحظ هنا أنا؟ لاحظ هنا أنا؟ يفتح بالتسعة ما عدا يوم الثلاثاء اذا اقول سيتي. It is not in المنصور مول ليس في مول المنصور. شنو اللي ما موجود بمول المنصور؟ هذا موجود بمول المنصور اذا ما يصير اقوله هذا في يافا ستريت اذا اقول سي دارز بالسي اتز ان يافا ستريت موجود في شارع حيفا يا هو اللي موجود في شارع حيفا اللي هو هذا نفس ال... نفسيته اللي هو السي بعد it is not open every day لا يفتح كل يوم يا هو اللي ما يفتح كل يوميه نفسيته الاتش والاس حسن وأولاده هذا ما يخص تمرين سي هذا مجرد نشاط صفي ابدا مو مهم لا من امتحان الوزاري ولا امتحان الشهري مجرد نشاط صفي يطلب من عندي اني احدد هذه الجمل تابعه عليها اعلان من الاعلانات اللي موجوده بجريده الصباح العراقيه اما تمرين دي تشوز ذا كوركت فورم اوف ذا وورد اختر الشكل الصحيح للكلمه او الفعل ان براكتس في الاقواس باست سمبل او باست كونتينوس ماضي بسيط او ماضي مستمر for each sentence لكل جملة. هنا انا عندي ملاحظتين. يعني. الملاحظة الأولى أنه هذا التمرين يعتمد على المعنى في الحل، يعني أنا شلون أعرف أن الجملة هذه ماضي بسيط أو ماضي مستمر؟ حسب المعنى، شلون أعرفها حسب المعنى؟ الحدث الأطول ماضي مستمر، الحدث الأقصر ماضي بسيط، هاي أولاً. الملاحظة الثانية أنه بعض الأحيان ذكرنا أنه الآن يأتي بعدها جملة بزمن الماضي البسيط. وقبلها جملة بزمن الماضي المستمر، لكن من الممكن أن تربط بين جملتين اثنيناتهم بمن بالماضي البسيط، يعني من الممكن يجي قبلها ماضي بسيط، على مود نكون على بينة انه بعض جمل هذا التمرين الان تربط بين ماضي بسيط وماضي بسيط. اذا هاي الملاحظتين اللي احب انوه عنه عنهن قبل البدء بحل هذا التمرين. فمثلا نبدا بقراءة القطعة ذا President اوف فرانس رئيس فرنسا ريد his emails يقرأ الإيميلات وين هي عندما فراغ أجي الوين يجي قبل جملة بيا زمن ماضي مستمر فأقول was أو where زاد فعل يحمل جي رئيس فرنسا مفرد فأخلي له was والفعل read أخلي له جي وأقول was reading his emails كان يقرأ إيميلاته when he get the invitation to visit Iraq عندما وصلت إليه دعوة زيارة العراق الجمله اللي بعد وين بيا زمن ماضي بسيط اذا فاعل اللي هو هي زاد الماضي ما لقيت شنو الماضي ما لقيت got when he got the invitation to visit iraq عندما وصلته دعوه زياره العراق he accepted the invitation and look forward to the visit هسه اجيت لقيت and and يجي بعدها جمله ماضي بسيط وقبلها ماضي مستمر لكن من الممكن يجي قبلها ماضي بسيط هو قبل الدعوه لو كان يقبل الدعوه قبول الدعوة حدث قصير فما يصير استخدم الماضي المستمر فش أقول فش أستخدم الماضي البسيط قبل الدعوة أقول هي accepted the invitation قبل الدعوة and look forward to the visit بعد هيا زمن ماضي بسيط متفقين إذا أقول looked forward to the visit وتطلع لهذه الزيارة the president فراغ come to Iraq on Tuesday الوزير كان يأتي إلى العراق لو أتى إلى العراق نعرف أن حدث المجيء هو حدث قصير فأقول he came أو the president came to Iraq الوزير جاء إلى العراق on Tuesday في يوم الثلاثاء هي فراغ early وصل متأخرا لو كان يصل متأخرا أكيد وصل فأقول he arrived late early in the morning وصل باكرا في الصباح هي go to الشعب stadium ذهب إلى ملعب الشعب لو كان يذهب إلى ملعب الشعب أكيد ذهب إذا ماضي بسيط حدث قصير فأقول he went to the الشعب stadium ذهب إلى ملعب الشعب ذا prime minister رئيس الوزراء جيف the president lunch أعطى لو كان يعطي حدث قصير ماضي بسيط فالماضي مال give gave gave the president lunch after that بعد ذلك they watch a football match وين؟ شوف هنا لقيت وين إذا أقدر أحل الوين يجي قبلها يا زمن ماضي مستمر اذا أقول اما was او وير زائد فعل يحمل اي جي ذي تاخذ was لو تاخذ where فاقول وير watching a football match كانوا يشاهدون مباراة كرة القدم when the president عندما الرئيس get an important phone call تلقى اتصال هاتفي بعد الوين جملة بيا زمن ماضي بسيط فاقول got الماضي مال get got an important phone call after the match بعد المباراة He leave and go to the airport. غادر وذهب إلى المطار. غادر left. ذهب went. غادر وذهب إلى المطار. هذين الأفعال قصيرة نستخدم الماضي البسيط للتعبير عنهن. إذا هذا كل ما يخص تمرين دي تمرين للتدريب على الماضي البسيط والماضي المستمر لكن من ناحية المعنى إحنا غالبا الأسئلة الوزارية تجيني من الناحية القواعدية لأن أنا أدي استخدامات لأدوات الربط أداة الربط أحفظ شنو اللي يجي وراها وشنو اللي يجي قبلها وعلى أساسها أحدد زمن الجملة وأحل. أما من ناحية المعنى فمن الصعب أن تجيني بالامتحان الوزاري أني أحل جملة قواعدية عن طريق المعنى. إذا هذا مجرد نشاط صفي للتدريب على الفرق بين الماضي البسيط والماضي المستمر. أما تمرين اي تشوز ذا كوركت فورم اوف ذا فيربس اختر الشكل الصحيح للأفعال. هنا نفس الطريقة. بخيرني بين دو do ودوينج played was playing إلى آخره، وقال لي على أساس هذا اختار. إحنا نعرف مثلا نمبر 1: what was سلمي Dulo doing before the dog ran out her؟ إحنا نعرف إنه إذا لقينا was أو were فالفعل اللي يجي وراها فعل بي آي إن فأقول: what was سلمى doing؟ ماذا كانت تفعل سلمى؟ she played لو was playing ذا park هي لعبت لو كانت تلعب في المتنزه. هذا فعل طويل أو حدث طويل. فاستخدم الماضي المستمر الماضي المستمر ابو الاي ان جي فاقول شي واز بلاينج ان ذا بارك كانت تلعب في المتنزه جون سو لو واز سينج ذا دوغ ان سلمى جون راى لو كان يرى الكلب وسلمى الراى حدث قصير فاقول راى الكلب فاقول سو جون سو ذا دوغ راى الكلب ان سلمى وسلمى جون اكتد لو واز اكتينج كويكلي جون تصرف لو كان يتصرف بسرعة هذا الحدث قصير فأقول acted quickly تصرف بشكل سريع many people were waiting لو waited when the minister arrived شوف هنا أنا وين قبل الوين ماذا مستمر إذا نقول were waiting الكثير من الناس كانوا ينتظرون عندما وصل الوزير he spoke لو was speaking to the public هو تحدث لو كان يتحدث before leaving قبل أن يغادر هو تحدث فأقول هي spoke to the public تحدث قبل أن يغادر في الساعة الثانية كذلك هذا مجرد نشاط للتدريب على الماضي البسيط والماضي المستمر لكن بعض الجمل مهمة يعني مثلا هاي الجملة مهمة ليش؟ لأن منطين أداة الربط وين؟ فعلى أساس الوين أنا راح أختار الماضي المستمر يعني منطين الأداة اللي راح على أساسها أحدد الاختيار الصحيح بما أنه هاي الجملة اعتمدت بها على الناحية القواعدية إذن ما ممكن تجيني بالامتحان بسؤال الاختيارات هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا انه درس مطول لان مسبقا هو خلاني اراجع الماضي البسيط والماضي المستمر ومن ثم دخل بالربط بين الماضي البسيط والماضي المستمر لاحظنا انه موضوع جدا بسيط ما طول انا ضابط وحافظ قواعد الماضي البسيط والماضي المستمر مجرد احفظ ادوات الربط شنو يجي وراها وشنو يجي قبلها وعلى اساس احد زمن الجمله واحل وعرفنا الصيغ اللي ممكن تجيني بالامتحان الوزاري وشلون نقدر نتعامل وياها ختاماً شكراً لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة